احنا في حاجة مدرب هاد الايام، المدرب اللي داز النتائج السلبية دابا بدا كيتحسن الوضع ديال الفريق. نتائج مؤخرا نتائج ايجابية مع مدرب ديال الوطني ديال الادارة، دونك حنا في حاجة. المدرب هذا سمعنا عليه على انه عنده تجربة، درب فرق ماشي نقولوا فرق كبيرة، ولكن درب في البرتغال، درب في اليونان، درب سوندار يوليس، درب فاسكو دي غاما، عنده بطولة في البرتغال، دونك عنده تجربة، عنده خبرة. العيب اللي يؤخذ عليه هو أنه ما كيطولش، دونك كيدير نتائج وربما كينتقل أو ربما كي ما عليناش. هو جال رازا معروفة. حنا محتاجين مدرب أجنبي، لأن هنا الإدارة ديال الرازا ولا اللاعبين ولا المنظومة بصفة عامة كتبغي واحد أجنبي. جميع المدربين الأجانب اللي دازوا بالرازا عطاو نتائج، انطلاقا من روما وانطلاقا من سميتو بزاف 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 أسامي اللي ما غاديش تقدر تحصيهم دازوا بالرازا، عطاتهم الرازا اسم وعطاو للرجاء وانتقلوا لدول الخليج. حتى هذا غادي ياخذ هذه الخطوه هذه الى زاو خدم. احنا محتاجين مدربين اللي غيعطينا الطاكسي. احنا مقبلين على شامبيونز ليغ، مقبلين على لعبوا كونتر فرق متمرسه بحال صن داونز، بحال ربما غادي الدور الثاني تلاقى مع الاهلي او تلاقى مع الترجي. دونك خصك اللاعبين يكونوا في مستوى، يكون عندهم اللياقه البدنيه، يكون لي كونديسيون فيزيك. اللعابه ديال الترجي وديال صن داونز ديال الاهلي راه تبارك الله، راه اللاعب فيه متر و 80 غادي تلعب معاه بواحد، ما خاصك اذا خاصك الطاكسي. دونك حنا نتمناو خير من هذا المدرب هذا، غادي ندعموه حنا كجماهير. الاداره غتوفر ليه الشروط ديالو، ما عليه الا يخدم، لان راه جا واحد الفريق عريق، فريق بالنتائج ديالو، فريق عنده سمعه عالميه، العالم كله، جميع اللاعبين العالم كيعرفوا الرجاء البيضاوي. لا كريستيانو رونالدو ولا رولاندينيو ولا زيدان ولا مارادونا ولا كل هادو كيعرفوا الرجاء البيضاوي. دونك هو جا عندنا مرحبا به، خصو يخدم يدير اللي عليه، وحنا كجماهير كاداره غنديروا اللي علينا ونتمناو النتائج ما تعاكسناش، خاصه حنا مقبلين على البدايه ديال دور المجموعات في سميتو. غنلعبوا مع صن داونز فريق كبير، وغادي نلعبوا مع الجيش كلاسيكو فريق عنيد. اذا خصنا حنا والجيش ندوزو. صن داونز ما خصهاش تدي من هنا 6 نقاط، ما خصهاش تدي 6 نقاط، حنا اللي خصنا نجيبو من هي يا نقطه يا نجيبو 3 نقاط. والجيش كذلك هو مثال، نتمنى كرازا ونتمنى الجيش تا يدوز هي والرازا. دونك نتمناو لهذا المدرب، نتمناو ليه انه يخدم لان وما يقيدش الرجاء. خط لان المدربين البرتغاليين عندهم واحد النزعه برازيليه. طريق نعم الرجاء كابريتا روما فوالا، هذا اللي بغيت نقول لك انا دابا. من هي باس كابريتا اول بطوله ديال اول سميتو مع كابريتا، اذا حتى ذاك سميتو روما تو توجنا معاه في 2002 روما الله يحفظك، حتى هو دينا معاه. دونك هاد طريقه اللاعب البرتغاليه كتميل الطريقة البرازيلية والأمريكا التي هي بصفة عامة. دونك الرجاء عندهم لاعبين في مستوى، عندنا فنيات مدربين اللي دازوا، قال لك اللاعب المغربي كيمتاز بواحد واحد التقنية، وكيمتاز بواحد الفنيات على الدول الأخرى بحال اللاعب المصري أو اللاعب التونسي أو اللاعب المغربي. إذا هذا المدرب هذا عندك واحد الكم من اللاعبين استثمر فيه وتحافظ على التركيبه ديال الرجاء. الرجاء راه كاينه الكره، كاينه الطريقه كيفاش كتخرج الكره. اشنو خاصك تخدم على الجزئيات، تركز على وسط الميدان، تركز على الدفاع، عندك الاجنحه هما تعاون بهم، عندك راس حربه تعرف كيفاش تشونجي، عندك لاعب تزيد وتضيف واحد اللاعب اخر، كون عندك جوج رسميين. دونك عندك جزئيات لازم تخدم عليهم، ونتمناو ليه مسار موفق مع الرجاء البيضاوي. السلام عليكم. الرجاء اليوم اختار المدرسة البرتغالية، المدرسة اللي نجحوا معها مدربين ككابريتا سنة 1988، وبه كان الرجاء فاز بالعصبة مع المدرب رابح سعدان. في بداية الألفية نجح الرجاء رفقة روماو
وتوج باللقب، ومن بعدها الرجاء فاز بألقاب أخرى، وكان من بين الأسباب أن بنت أسماء لأكدت على أن الرجاء فريق قارع الكبار في مونديال المغرب 2013. اليوم مع مدرب عنده تجربة في المستوى، أولا أن مر أنه لاعب دولي مع المنتخب البرتغالي كلاعب في بطاقته التعريفية، درب عديد الأندية، اليوم حطر الرحال مع النسور. الرجاء بحث على مدرب له حنكة وتجربة، بالرغم أن ما عنده تجربة كبيرة أن فاز بدوري أبطال إفريقيا بالقارة السمراء، لكن يقدر أن يقول كلمة دياله، في ظل أننا شفنا قرعة دور المجموعات وما أصفرت من مجموعات، قد نقول أن مجموعات الرجاء مجموعة حارقة. المدرب ما يقدر حتى شي واحد يحكم عليه، بحكم أنه الرجاء اختاره في واحد الظرفية كانت صعبة، كاين توقف الدولي حاليا، غيشتغل مع اللاعبين، غادي يقيس مدى وجاهزية كل لاعب دخول المعترك الأول من الشطر الأول في البطولة، وكذلك دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. يمكن أننا نقولوا أن الرجاء بجمهوره بمكتبه المسير بكل فعالية النادي يبحث اليوم على التتويج بلقب الرابع، دون نسيان أن هناك كبار القارة كالترجي والأهلي وصنداونز ومازيمبي الذي يعوج اليوم بنجوم كبار انتدبهم لأنه ابتعد عن منصة التتويج هذه سنوات. الرجاء اليوم يمر من مرحلة فراغ رغم الانتصارات الثلاث الأخيرة، يبحث عن نفسه في الدوري ويؤكد أنه تسيد المشهد وكان بطلا في الموسم الماضي، لماذا يحاول أنه يتسيد المشهد في الدوري المغربي ويبحث على أنه يبقى متسيد المشهد الآخر المشوار، ولماذا الفوز باللقب كتبقى هذه احتمالات مع الرغم أن تواجد اليوم الوداد الجيش بركان أندية قوية. إفريقيا مجموعة كما شاف الجميع مجموعة الرجاء تواجد بها الجيش الملكي، فريق يريد العودة إفريقيا، فريق مغربي سنشهد كلاسيكو ذهاب وإياب حارق، ما غاديش نفضلوا كفة واحد على الآخر، لكن الرجاء له من التجربة والحنكة يقول الكلمة ديالو. سانداونز الكل يعرف سانداونز والمباريات التي تقدم عليه من خلال مبارياته مع نادي الوداد الرياضي، قدم مباريات كبيرة وكانت دائما الأفضلية للوداد. اليوم نتمنوا لمالا الرجاء والجيش يخرجوا لدور الربع وتكون تمثيلية كبيرة اللي تقدر تعطينا أفضلية، لمالا الرجاء يتصدر المجموعة ويمر وربما يتفادى الفروق الكبيرة، رغم أنه غيواجهها لا محالة في نصف النهائي، وحتى إن كان النهائي يقال لكل مقام مقال، من هنا النهاية يكون كلام أخر، ويكون المدرب قدم بزاف ما يمكن تقديمه تكتيكيا وحتى تقنيا، لأننا ما غنحكموش عليه، رغم أن الرجاء نجحت تاريخيا مع المدرسة البرتغالية، والمدرسة البرتغالية كانت هي أول مدرسة غيرت من سياسة النادي نحو الألقاب لا نحو الفرجة دائماً.